جمال جدا ناس بشر الخير بشر الخير والله وهلت والله وهلت والله وهلت والله وهلت والبركان في البيت حلت والبركان في البيت حلت الحمد بنعمة وآيات محتاج لله لرعاية الصبر متعب وهتهون والحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل السيدات وكل الأنسات، كل الأمهات وكل البنات، كل الجدات وكل الحفيدات، يا كل الأخوات، لكم مني أرق وأطيب التحيات. في المعدة بالذات زي ما تعودنا يتجدد معكم اللقاء، لأتلقى منكم الاتصالات ونجيب على كل التساؤلات، وبإذن الله تعالى نحل كل المشكلات، نقدم كل ما هو جديد ومفيد وسعيد في مجال علم أمراض النساء والتوليد. لكل من ترغب في حدوث حمل جديد، ولكل من تنتظر حدث سعيد، ولكل من رزقت بمولود جديد هنا وهنا بس في بشرة خير، هتلاقي نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة، ووعد ان ده اكيد. في انتظار اتصالاتكم وتساؤلاتكم وتليفوناتكم على ارقام البرنامج التي يتكرر ظهورها عبر الشاشة، ويمكنكم التواصل معنا عبر رسائل SMS، او يمكنكم التواصل مع صفحة البرنامج على الفيسبوك، حيث نقوم بتلقي التساؤلات وتجميعها والاجابة عليها. الحقيقة الحلقة اللي فاتت اشتكيت من كتر الرسائل، بمجرد انتهاء الحلقة لقيت ان في اكتر من 20 رسالة وجدت جديدة على صفحة البرنامج على الفيسبوك، والنهاردة كم الرسائل فوق الطاقة ان يجيبها احد، واصعب من امتحانات الدكتوراه اللي الواحد خضها. بعتذر لكل اللي مش هيحالف الحظ والوقت ان احنا نجيب على الاسئلة، لكن سنجيب الاسئلة المتبقية تباعا ولحاقا، و سأبدأ بإجابة ما تبقى من الحلقة السابقة، وأكيد هيتبقى الحلقة دي، لأن ثقتكم وتساؤلاتكم اللي بتسعدنا ويسعدنا التواصل معكم والإجابة عليها كتيرة وفوق الطاقة، لكن ربنا يقدرنا وندي زي ما اتعودنا معلومة علمية ومفيدة وصحيحة. الأسئلة دي كانت متبقية من الحلقة السابقة. لو سمحت حضرتك، هو عدد البيضات اللي بيخرج بالمنشط وقت ما بنشط في شهر، هل ده مخزون المبيض عموما ولا ملوش علاقة؟ ملوش علاقة، والمنشطات لا تضر مخزون المبيض على الإطلاق مطلقا، وأنا مسؤول عن هذا، وهذا كلام قتل بحثا وانتهى من ثمانينات القرن الماضي. واحدة بقى بعتت بتقول الـ FSH2.9 والـ LH5 والـ AMH1.7، أريد معرفة نسبة التكيس، هل من الدرجة الثالثة ولا لا؟ أنا الحقيقة بتقابلني مريضات كتير تقول أنا عندي تكيس من الدرجة الثانية ومن الدرجة الأولى ومن الدرجة الثالثة. عشت طالبا في كلية الطب، ثم معيدا، ثم مدرس مساعد، ثم مدرسا، ثم أستاذ مساعد، ثم أستاذ، ثم متخصصا في تكيس الموبايل، ولم أعرف حاجة اسمها من الدرجة الثالثة. ما أعرفش الكلام منين. هل تحليل المخزون ده يعتبر جيد بالنسبة لسني؟ نعم. أنا من الذين تم علاجهم على إيد حضرتك من هجرة بنت الرحم، أنجبت بعد 7 سنوات من الزواج عن طريق الحقن. لم يحدث حمل طبيعي، تمت الولادة بقيصرية من 3 أشهر، بدأت أشعر بألم قبل الدورة 5 أيام ونزول نقاط بنية اللون. الأعراض اللي حضرتك بتشتكي بيها دي أعراض مرض البطانة المهاجرة مرة أخرى، فيجب التوجه لمتخصص لبيان نشاط المرض واحتمالية عودته. صحيح دي حاجة نادرة إن بعد الولادة يبقى لسه موجود، لكن بيحصل. أنا امرأة عمري 32 سنة، عندي تكيس مبيض اسمها تكيس مبايض، صار لي 2 سنين ومحمل، خدت جلوكوفاج وكلوميد وابره كمان، لكن حجم البويضه لم يكبر. يا ريت تنصحني اللجوء لمنظار لعلاج تكيس المبايض وتثقيب المبيض، ثم تنشيط تبويض بعد اعداد جيد وضبط الخلل الهرموني. كل سنه وانت يا دكتور، عندي بنتي 31 سنه وديتها لدكاتره كتير، اخر دكتوره قالت عندها التبويض ضعيف والرحم تخين. اكيد تقصدي بطانه الرحم سميكه، وده واحد من مضاعفات ضعف التبويض وتكيس المبايض، ومش بيستوعب العيل طبعا، يعني تقصد ان بطانه الرحم دي لا تتقبل حمل. تحليل جوزها كويس، اعطتها منشطات كتير لحد دلوقتي ما حصلش حمل. يجب فقد الوزن، يجب اصلاح الخلل الهرموني، يجب اللجوء لمنظار لعلاج تكيس المبايض قبل بدايه التنشيط. الرساله اللي هتيجي بعد كده هي اخر رساله متبقيه من الحلقه السابقه، لكن نبدا بتلقي اول اتصال في حلقتنا. معانا حنان، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت انا في اخر السابع بس على طول ضغط وطي وعندي املاح. تمام. السؤال. مش عارف بقى اعمل ايه في الضغط ده. وباخد نقط ومش جايه نتيجة معاه. تزودي جرعة النقط ومفيش اي ضرر من الضغط المنخفض، لا ضرر منه على الحمل، والحمل يخفض الضغط. وبعد حضرتك معلش سؤال تاني.
انا دولة قيصر، يعني ممكن اخد الشهر كله ولا نص نص ولا ايه؟ حاضر، ماشي، شكرا. العافية فندم. الحمل في حد ذاته بيخفض الضغط، والستات اللي ضغطهم واطي ده لا ضرر منه على الحمل. تاخدي العلاج، خدت 10 نقط ما ينفعش يبقوا 20، 20 ما ينفعش، خدت 30، خدت الازازه في يوم واحد لحد ما ضغط ينضبط، لا ضرر كمان من هذه الادويه. الطفل يكتمل والجنين يكتمل تقريبا عن 37 اسبوع، بعد اسبوع 10 ايام من بدايه الشهر التاسع، واسبوعين على اقصى تقدير، والولاده تتم ولا فرق بين طفل اتولد بعد 10 او 15 يوم من بدايه التاسع او في اخر التاسع عكس ما الستات بتعتقد. اخر رساله من الحلقه السابقه، استحلفك بالله تهتم بالرد عليا، والله بهتم بالرد على كل تساؤل مهما كان. لدي بنتين، والده قيصريه بسبب ضغط مصاحب الحمل ومرض نفسي اكتئاب وتوتر، نفسي احمل مره كمان، بقالي سنه ونص شايله الجهاز. الولد يعني غالبا دي من اهل اسكندريه، حصل حمل في ثاني شهر ونزل قبل ما يتكون كيس جنين، تابعت التبويض بالسونار، السونار بالسين، 6 مرات البويضه بتكبر وبتفتح اليوم 17 بدون اي منشط، لكن ما حصلش حمل. حاليا عندي سكر، باخد اميرال وسبرولاكس والتروكسين عشان عندي الغده. دكتور النفسيه منعني من اي تدخل هرموني. عايز اعرف حضرتك بتيجي اسكندريه؟ اه طبعا، اهل اسكندريه على طول. طبعا انا بزور اسكندريه مره كل شهر غالبا، الخميس الثالث من كل شهر غالبا. يعني هو حضرتك غالبا محتاجه الى ضبط الهرمونات، وفي تحليل هرمونات تتعمل عشان يتم ضبطها، وبعد الشر عن حضرتك وعن المستمعات، ادويه الاكتئاب وادويه المرض النفسي من الادويه اللي ضد الحمل، لانها بترفع هرمون اللبن، لانها بتزود الشهيه وبتزود الوزن، ودي حاجات ضد التبويض وتضعفه وتؤثر بالسلب على كفاءته. معانا اتصال تليفوني. ايمان اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك، اتفضلي. اهلا بحضرتك. دكتور، انا كان عندي حمل خارج الرحم والانبوب انفجرت وحصل لي نزيف داخلي، وبعد كده عملت اشعه بالصبغه، يعني ما حصلليش حمل غير التشخيص، وعملت اشعه بالصبغه، الانبوبه اللي انفجرت الدكتوره كانت مخيطاها ما شالتهاش، وعملت اشعه بالصبغه مبينه ان ما فيش انبوبه مسدوده خالص وانبوبه سالكه شويه. والانبوبه المسدوده خالص دي الانبوبه اللي كان فيها الحمل خارج الرحم، مش كده؟ مش عارفه يا دكتور، انا مش عارفه هي انهي واحده، بس في واحده سالكه وجايه من نهايه الطرف الانبوبه مسدود. هل المنظار حي 100 او ادخل الانابيب بس بالفعل اللي كان عايزه، يعني لو منظار فيه فايده قول لي. ما هو يا فندم عشان احلف ان المنظار فيه فايده ولا لا، لازم امسك الاشعه اللي بتصبغ بايدي واشوفها بعيني. يعني حتى في ناس تقوم مصوره الاشعه بالصبغه وبعتها على طول ما بشوفهاش، لانها لا تجدي على الصبغه، لازم عشان احكم ده. لكن طبعا لو واحده عندها انبوبه كويسه في فرص انها تحمل حمل طبيعي وتجيب مدرسه عيال حتى لو الانبوبه الثانيه مسدوده. لو واحده عندها انبوبه كويسه بس حواليها التصاقات، المنظار قد يصلح في تسلكها. قد ليه بقى؟ على حسب عنف الالتصاقات ومكانها. ده نعرفه امتى؟ ما نعرفوش ابدا غير اللحظه اللي نخش فيها بالمنظار. فكل 100 واحد يبص في الاشعه اللي بتصبغ، واحد يقول ده الالتصاقات بسيط، واحد يقول ده متوسط، واحد يقول دي جديده، واحد يقول دي منعه، واحد يقول دي ما تمنعش، كل الكلام ده لا قيمه له. الكلمه الوحيده والتي لها قيمه لحظه ما اللي بيعمل منظار يخش بالمنظار ويرى بعينه. وقد تكون الالتصاقات بسيطه تماما ونزلها وتشتغل الانبوبه والست تحمل وتجيب طابور من الاطفال بعدها، وقد تكون الالتصاقات شديده ومجرد ما نخش بالمنظار نشيل المنظار ونقول ما ينفعش. وقد يكون درجات كثيرة ما بينهما، الله يعلم، ومن سيعلم من بعد علم الله سبحانه وتعالى هو من سيجري المنظار، فلا بد من المحاولة وإجراء المنظار، وذاك المنظار هيبان القرار. الأسئلة بقى، نعم. يا دكتور أنا عامل المنظار ده مرة قبل كده، في خطورة ولا كده؟ مفيش خطورة لو عملت المنظار كل يوم 7 أيام في الأسبوع وتسع أشهر أو 10 شهور أو سنة كررتيه، تمام؟ مفيش أي ضرر. يا ريت يا دكتور يكون في حلقة اليوم عن التوائم ومشكلاته. طبعا الحمل التوائم له مشكلات كثيرة جدا، لكن زي ما انتم شايفين المداهمات يعني ما بين اتصالات وما بين التساؤلات، لكن انا عشان يعني اكبر خاطر حضرتك، حمل التوائم عرضة اكثر للاجهاض، عرضة اكثر للنمشيمة متقدمة وننزل نقاط دم اثناء الحمل. اكثر مشكلة للتوائم هي الولادة المبكرة ونزول الطفل مبكرا، وبالتالي عدم اكتمال الحمل، وهذه هي اكثر مشكلة بنبقى عرضة ليها. المشكلة الثانية كمان الاصابة الاعلى بتسمم الحمل وبسكر الحمل. ده اختصارا كده. معانا اتصال تليفوني. وعليكم. عليكم السلام يا استاذ احمد، اتفضل. لو سمحت يا دكتور، انا متجوز بقالي حوالي سنة وشهرين. ايوه. ودلوقتي المدام بتاعتي عملت تحاليل.
ايوه الاس دوت اتش طالع 4 و2 و12 اه والال اتش 5 و41 ايوه الاس والبي 2 طالع 12 والاس اس تي اس اتش طالع 2 و69 البي ار ال طالع 16 و3 من 10. وما حصلش حمل خالص طوال السنه واكتر ده؟ لا هم طالعين مع دكتور قالت لها، الدكتوره قالت لها ان هي عندها نسبه تكيفات. ايوه السؤال بقى، فاحنا دلوقتي هي ماشيه مع دكتور تخسيس وكده، واحنا كمان حضرتك قبل كده ان انت قلت لازم تخس، يعني تمام مريض التكيفات لازم يخس. مظبوط. فبعد يعني ما تخس ايه اللي المفروض نعمله بعد كده؟ تنشيط للتبويض باذن الله تعالى. حضرتك تسمع لي كانت بتاخد سيدوفاج، والسيدوفاج دوت حضرتك ممكن ان هي تاخده مع التخسيس عادي ولا ايه؟ اه يا فندم، تاخده مع التخسيس ولكنه ليس دواء للتخسيس. تاخده مع التخسيس لكن هو ما بيخسسش. لما نيجي نقول لست خسيتي تقول لك خدت السيدوفاج، حد قال لك خستي كتبوا لي السيدوفاج، ده جزء وده جزء. التخسيس ليس سيدوفاج والسيدوفاج ليس تخسيس، ومفيش دواء بيخسس لا هو ولا غيره، تمام؟ ولا هيبقى موجود في القريب العاجل ولا في البعيد الاجل، هيبقى دواء الست تاخده وتاكل حله المحشي المصريه وتخس. الخسسان يعني نظام غذائي، في ادويه قد تساعد اللي بيعمل نظام غذائي. المعتقد المصري ان اديني ادويه تخسسني يعني اديني دواء اكل اللي انا عايزه والدواء ده لما هاخده هخس، مفيش. طيب لكن هي بعد كده لازم تلجا الى تنشيط للتبويض، واي تنشيط للتبويض خدته قبل كده غير مجدي. خلي بال حضراتكم الحلقه اللي فاتت 3 اتصالات على حمل خارج الرحم و3 رسالة على حمل خارج الرحم، والنهارده كمان اتصال على حمل خارج الرحم، عشان لما نقول لحضراتكم ان ده بيزيد يبقى الناس تبقى فاهمه. لما نقول لحضراتكم نسبه تكيس المبايض في مصر هي اعلى نسبه في العالم كله، فلما يبقى 70% من المريضات المترددات على العيادات هتبقى عندهم تكيس مبايض، ده لان المرض زايد مش لاننا بنخترعه. لما نقرا الرسائل ونسمع عن الاندوميتريوزس نعرف ان مثلث المشاكل اللي موجود عندنا في مصر الان وفي المنطقه العربيه هي مشاكل التبويض وتكيس المبايض، 1، 2 البطانه المهاجره، 3 التهابات الانابيب وتتابعاتها بحمل خارج الرحم وخلافه، 4 الضعف مخزون المبيض من البويضات الذي لا نجد له تفسيرا، 5 اللجوء للحقن المجهري. هتلاقوا كل الاتصالات في هي المحتوى ده. نقرا كده الرساله دي قبل ما ناخد اسماء. عندي 24 سنه متزوجه من 3 اشهر، اعاني من الام شديده في الدوره الشهريه بعد الزواج، كشفت نسا، عمل لي سونار مهبلي، قال لي 3 اكياس تسمى اكياس شوكولاته على المبيض الشمال، ونصحوني بالحمل المبكر، عملت تحليل هرمونات مظبوطه كلها الحمد لله. طبعا انا ببتسم لان يعني ايه ده قول حد غير متخصص على الاطلاق، وحضرتك رحتي لحد متخصص في متابعه الحمل والولاده، تمام؟ عملت اديتني منشطات، عملت متابعه تبويض، قالت في 4 بويضات، هل الاكياس دي تعني اصابتي بمرض البطانه الرحم المهاجره؟ الاجابه نعم. هل تعيق الحمل؟ الاجابه نعم. حضرتك تنصحني بايه؟ اقترحت عليا علاج هرموني باقراص الياسمين متواصل بدون توقف، ده جزء هيصغر الاكياس شويه ومجرد ايقافه هترجع الاكياس تكبر، او حقن بينهم على الاقل حقنتين بينهم 28 يوم مع متابعه الاكياس، او اني اعمل منظار. وقالت لي لو مش عايزه كل ده استني 6 شهور، لو ما حصلش حمل بدايه العلاج على طول، ويفضل منظار يشيل الاكياس. حضرتك متلخبطه لانك بتروحي لحد غير متخصص، وهذا الكلام غير متخصص ومتعاقب ومتضارب. حضرتك محتاجه طريق واحد تمشي فيه، انك تروحي المتخصص فهيقول لحضرتك اعملي منظار وهتبدا خطوات العلاج. معانا اتصال تليفوني. اسماء. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام يا فندم. دكتور بعد اذن حضرتك بس ممكن اقول حالتي لحضرتك؟ اتفضل. دكتور انا متجوزه بقالي 2 وشهرين. ايوه يا فندم. ما حصلش حمل اطلاقا لحد دلوقتي. ان شاء الله ربنا يديك يا رب. ربنا يعزك يا دكتور. بس بعد اذن حضرتك ممكن اقول لحضرتك بس التحاليل بتاعتي؟ اتفضلي يا فندم. انا عملت الاف اس اتش كان 6 43. ايوه. ال ال اتش 4 41. ايوه. البرولاكسين كان 20. ايوه. عملت التي اس اتش كان 1 34. كويس. والاي ام اتش 1 علامه 7. كويس. انا عندي 26 سنه يا دكتور بس أيوة. بعد اذن حضرتك انا كل يعني بروح للدكاتره، فمثلا دكتور يقول لي ما فيش تكيس، دكتوره تقول لي في تكيس، ففي يعني تضارب في الاقوال. بس يا دكتور انا يعني انا حاليا خسيت. ايوه. وبس عندي كثافه يا دكتور في نمو الشعر، يعني في كثافه في نمو الشعر. تفتكري ليه يا فندم؟ تفتكري ليه؟ نعم. تفتكري عندك ليه كثافه في نمو الشعر؟ والله
بسمع حضرتك بتقول ان ده زياده في هرمون ال اتش. يا فندم انا ما قلتش كده، حضرتك عندك كثافه في نمو الشعر عشان حضرتك عندك تكيف مبيض. كويس نقطه. يعني حضرتك شايف؟ انا مش شايف، انا بسمعك. تمام يعني انا مش شايف، انا بسمعك. فاللي شايف حضرتك ادى مني في انه يقول الحقيقه، لكن اللي انا شايفه واعرفه عن اطباء النساء ان 90% من المريضات بيتقال لهم انت ما عندكيش حاجه، وان 90% من الاطباء اللي بيقولوا كده هم مقتنعين تمام الاقتناع ان الست دي عندها مشكله، بس هم بيحبوا يقولوا كده عشان الستات زي حضرتك الرافضين لفكره ان انا عندي مشكله يبقوا مبسوطين وخارجين في منتهى السعاده من الدكتور الظريف اللطيف الحبوب اللي قال انت ما عندكيش حاجه. فالتحاليل بتاع حضرتك تشير الى تكيس مبيض، والاعراض اللي حضرتك بتقولي عليها تشير الى تكيس مبيض، لكن انا بقى باكد لحضرتك ان هذا الدرجه وهذا وهذه التحاليل وهذا المرض لا يمنع الحمل منع تام سنتين او اكتر لو كان متخذ له علاج جيد. ففي مشكله، يا اما في ده بس في مشكله اكبر منه هي اللي منع الحمل، يا اما في ده بس غير معالج جيدا لسبب من اثنين، ان حد رافض انه يديك علاج عشان حضرتك دايما بتقفشي اول ما حد يقول لك كده انت عندك مشكله فتقومي كارهه، في ستات كده كتير وصوت حضرتك وحضرتك بتتصلي بيا كده، بتتصلي بيا عشان تحصلي مني على ختم وتاكيد ها وتوثيق لان ما عندكيش حاجه، وحضرتك ما بين كل جمله بتقولي لي كلمه اللي هي ايه، خلي بالك قول ان انا طبيعيه، ها خلي بالك انت قلت قبل كده ان ده سبب ارتفاع هرمون ال اتش، خلي بالك ان ال اتش مش عندي مش عالي. هذا يعني جزء من مريضاتنا ندركه جيدا. أسوأ طبيب يتعامل معاها هو اللي يفضل يجاريها ويقول لها انت ما عندكيش حاجه، تمام، لانها بتبني عليه وتقول لا ده دكتور وقال لي كده، فلما يجي حد يقول لها الحقيقه ها تقوم سايباه وتقول لا ده الواحد قال لي انت كويسه فيبقى ده حلو وضحك، وواحد قال لي انت مش كويسه وعندك مشكله فيبقى ده وحش وكخه، فالوحش والكوخه اللي هو بيقول الحقيقه للاسف مش هنروح له ومش هنتابع معاه ومش هنكمل، وبالتالي لن نصل الى نتائج، لان اولى خطوات علاج اي مشكله ان تعترف ان هناك مشكله وان تقر بهذه المشكله وبالتالي تبدا في علاج هذه المشكله. لو في زياده في شعر الجسم فده معناه في زياده يا اما كميه يا اما نوعيه في هرمون الذكوره، وهذه مؤثره بالسلب على التبويض وكفاءته، واذا كان في تكيس مبيض من درجه بسيطه لا تدركه التحاليل وادركه السونار فهذه صوره مكمله، ويجب الخضوع لهذا ويجب علاج هذا. قبل بس ما ناخد الاتصال، 22 سنه متزوجه بقالي 4 سنوات لم انجب اطفال، عملت اشعه السبع وطلعت كويسه، منظار بطن ورحمي قالوا لي منظار بطن في كيس على المبيض، طبعا ده لا يمنع حمل، حضرتك قلت لي عندي تكيسات وقلت لي خسي دكتور، انا حصل معايا ظرف ما قدرتش اكمل، جوزي بيدخن وبيشرب شيشه، هل دكتور التدخين يؤثر على الانجاب؟ نعم اذا كان بيؤثر على التحليل. انا اعمل ايه وامشي ازاي؟ ارجوك تفيدني، ارجوكي تتبعي الخطوات اللي قلنا لحضرتك عليها وتلتزمي بيها دون اللجوء الى المحاوله تاجيلها. معانا اتصال تليفوني. اتفضلي. أيوة. يا حبيبي اتفضلي. ايوه لو سمحت، وانا كنت عملت تحليل وكان الاس اتش عندي، انت زوجي بقالي 2 سنين وشويه. ايوه فهمت. الاس اتش عندي 8.1. ايوه. والبنت اتش 3.8. ايوه فهمت. برولاكتين 27.3. بس هو وزوجي كان النسبة عنده 6. نسبة ايه اللي 6؟ ستة مليون. العدد 6 مليون في الملي. اه. وكام ملي الكمية؟ نعم. الكمية كام ملي؟ 27. لا 27 ايه؟ الكمية كام ملي؟ كام ملي يعني الفوليوم ها؟ طيب ما علينا. السؤال 2.17. اه السؤال ايه بقى؟ هو نصحنا بان احنا نشوف يعني وسائل المساعدة. ايوه فهمت. اما بس الاول كنا نبدا في التلقيح. وبعدين قالوا لنا نبدا قليلة. وبعدين قالوا فكروا في الحقن يعني. لما رحت تعملوا التلقيح يوم التلقيح كانت النسبة ما تبشرش بنجاح التلقيح، مش كده ده اللي تقصد بيه؟ ايوه هو حضرتك مرتبكه شويه ما بتقوليش المعلومات بصوره واضحه، تمام. اذا كانت التحليل اللي حضرتك بتقوليه ده مش سيء قوي ممكن اللجوء فيه للتلقيح، لكن يوم ما رحنا نعمل تلقيح
لقينا ان عدد الحيوانات المنويه لا يسمح بالتلقيح وغير مباشر، والتلقيح اساسا نسب نجاحه قليله، ففكروا في الحقن المجهري. طب كمان نفكر ان الزوج ده يعالج ويعرض على طبيب ذكوره ويشوف ايه السبب ويشوف هل هيستجيب لعلاج ولا لا، وكمان الزوجه دي تعرض على طبيب متخصص لان تحليل الهرمونات بتاعتها ليست مثاليه، وبالتالي يجب جعلها مثاليه لزياده كفاءه المبيض وزياده استجابه المبيض لادويه التنشيط واخراج عدد بويضات اكتر. معلش انا بتكلم بسرعه عشان نلحق لان انا كم كبير جدا. انا هلا من منيا، ربنا يحفظك ويحميك ويبارك على فعل الخير. حضرتك عملت تحاليل هرمونات، انا مبسوط جدا. لو تتابعوا الحلقات القديمه من هذا البرنامج، البرنامج له اكتر من 7 سنوات، لو تتابعوا الحلقات القديمه كنا لما نقول لواحده عملتي تحاليل قالوا لي ما تعمليش تحاليل، قالوا لي مش لازم تحاليل. دلوقتي ما فيش واحده، هذا احدثه هذا البرنامج الحمد لله. هذا نتاج مجهود وتعب وسهر وخناق وعصبيه ونرفزه وارتفاع ضغط وارتفاع سكر، كان ثمنه كده، كان ثمنه ان الناس تبدا تمشي على خطوات العلم الصحيح، ان كل واحده تقول دلوقتي انا عملت تحاليل، وان الناس اللي كانت بتقاوم وتقول دي مش مطلوبه ابتدت تقول ايوه ده اللي بيدرسوه في كليه الطب، بس احنا كنا بنمارسه غير كده. تمام، برضه هتنرفز تاني. هالة من المنيا، عندي قالوا لي ان عندي تكيس، لو في تكيس اخد ايه؟ ما تاخديش، حضرتك تظبطي الوزن اللي انت بعته لنا مع بعتك للطول عشان تقولي لنا خلي بالكم ما تقولوليش خسي، حضرتك محتاجه تخسي، ده مش قولي، ده قول هرموناتك، وانا نسال عن طولك على الاطلاق. ولو كان وزنك 50 كيلو معنى ان عندك تكيس مبايض، ووزنك 30 كيلو ان هذا الوزن غير مناسب للهرمونات. قبل الكلمه اللي بين السطرين اللي معناها ما تقوليش خسي، اديني بقول لحضرتك استقبلت الرساله، وبقول لحضرتك اللي ما بين السطور يعني، وبقول لحضرتك بناء عليها خسي. لارا، طيب ايمان، قبل ما ناخد رساله لارا، ها ايمان اتفضلي. ايمان، طيب لارا بتقول انا عندي 23 سنه بدوره منتظمه تحليل اف اس اتش 37 والال اتش 16، طبعا التحاليل دي مش معقول تكون مظبوطه والدوره منتظمه، وحضرتك لو سمحتي تعيدي التحليل مره اخرى في معمل اكثر جوده. من دي نتائج الحقيقه بتاعه معامل، حتى نتائج تحليل المخزون سيئه جدا. دي اول صفحه من حوالي 10 صفحات اسئله. السلام عليكم، متزوجة من 8 شهور ولم يحدث حمل، عمري 26 سنة، الدورة منتظمة كنت 28 يوم بعض الأحيان 30 يوم، اكتشفت عند دكتورة قالت لي ما عندكيش حاجة بس عندي كيس وظيفي بيظهر مع الدورة وده عادي بينزل مع الدورة، هل ده مانع للحمل؟ لا، ويا ريت حضرتك تفهمني يعني إيه كيس وظيفي؟ وظيفة المبيض أن ينتج أكياس، هذه الأكياس هي البويضات ثم يتفتح الكيس وتخرج أو الجرايب ده وتخرج البويضة منه، فإذا حدث خلل في وظيفة وأداء المبيض كبرت البويضة واستمرت في الكبر بدون خروج فكونت كيس اسمه كيس وظيفي لأنه اعتلال وخلل في أداء ووظيفة المبيض فيسمى كيس وظيفي، يعني كيس خلل وظيفي. طيب معانا اتصال تليفوني. طيب عندي بنوتة عمرها سنة، كنت بفكر في حدوث حمل مرة أخرى، بستخدم اللولب إمتى أقدر أشيله؟ أي وقت، وابدا في تظبيط الهرمونات لحدوث حمل جديد، مع العلم ان كان في حمل قبل بنتي والبنت توفت اخر يوم في الثامن وحدث حمل بعدها بشهر واحد، هل في خطوره من حدوث حمل جديد؟ ولدت قيصريه في المرتين وانا كمان بيكون عندي سكر حمل، سنه بين الحملين وقت مناسب جدا لبدايه المحاوله مره اخرى. لو سمحت يا دكتور، عملت منظار لتكيس مبايض وازال الكيسين دمويين، دكتور ما كتبليش الحقن اللي حضرتك بتقول عليها اللي العلم بيقول عليها بعد العمليه، ومش لازم كل الستات تاخد حقن، هذا يعتمد على سن الست دي، مخزونها من البويضات، حجم الاكياس، رؤيه الدكتور، لكن في طبعا ستات يبقى سنها صغير والمخزون كويس ودرجه نشاط المرض بتاع الاكياس الدمويه عاليه ومع ذلك ما تكتبلهاش الحقن دي، ده تفريط. طيب والدكتور كتب لي حقن حديد، طبعا دي لا علاقه لها باي شيء. لما قلت له الحقن عشان بطنط الرحم ما ترجعش قال لي لا مش محتاجاها، انا خايف اللي ترجع يا دكتور، مع العلم بعد شهر كتب لي منشط وابر تصغير وقال لي التبويض تمام. اذا كانت هذه الاكياس من بطانه الرحم المهاجره فما تفعلوه هو الطريق الى عودتها وبسرعه، والاكياس تعرف انها بطانه رحم مهاجره ولا لا اذا كانت اتخذت وتم تحليل هذه الاكياس، فاذا لم يكن تم تحليل هذه الاكياس فهذا ليس طبا. معنا اتصال تليفوني. السلام عليكم. وعليكم السلام يا رشا، اتفضلي. الاتصال اتقطع يا رشا، كلمينا مره ثانيه. السلام عليكم، عندي تكيس مبايض عمري 30 سنة، حملت بعد علاج دم شهرين، لكن من جراء التعب والانزعاج انفتح كيس الجنين، لا التعب ولا الانزعاج يفتحوا كيس الجنين.
خسرت ابني في الاسبوع 16 بعد الاجهاض، استعملت لمدة شهرين، حملت مرة تانية لكن توقف الحمل، فصيلة دمي ايجابي وطبيبتي قالت انه طبيعي. اللي صار للدكتور، هل السبب من تكيس المبايض او ماذا؟ علما ان عندي كثافة في شعر الذقن والبطن والظهر غير عادية. شكرا لك، سامحني على الازعاج. يا ترى يا ريت يا اسماء تسمعي، عندها كثافة في الشعر غير عادية ومعترفة ومقرة هي واطباءها ان عندها مشكلة وتسعى لعلاجها. سيدتي اظن الاسم اللي انت بعتها ده غالبا حد من اهل المغرب العربي. نعم المرض هو سبب ما حدث في الحمل الاخير، ويعني تالي ده دي من لهجات اهل الجزائر، لك وليهم كل التحية. معنا اتصال تليفوني، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذ. وايه الحكاية؟ ايه الحكاية؟ طيب السلام عليكم، نشكركم على هذه الصفحة المفيدة. أود أسأل الدكتور، متزوجة من 2 سنة و7 شهور، لم يحدث حمل، كل تحاليل هرموناتي سليمة، تحليل زوجي أيضا سليم، عملت تحليل استراديول في يوم 12 من الدورة 267، هل هذه النسبة جيدة؟ نعم جيدة، لكن يعني تأخر الحمل ما بتشخصش بس بالاستراديول. دكتور عادل مساء الخير، ممكن استفسر من حضرتك عن حالتي؟ أنا متزوجة من شهر 3 2013. طيب نكمل الرسالة بعد الاتصال قبل ما ينقطع. معانا اتصال تليفوني. السلام عليكم. ايوه نور اتفضلي. عليكم السلام يا دكتور. انا عندي 4 قيصري وعندي 3 اطفال. ايوه وهلا بيطلع لي قياس اليمين والشمال دائما. اخر مره تبين انه الانبوبه اليمين مفتره وفيها سوائل. ايوه هلا انا ناوي اعمل حتى اقص الانبوب عشان الذكور، يعني اعمل فصل الاسنان. حاضر حاضر. هل الأنبوبة هاي بتأثر ولا ما بتأثر؟ نعم تؤثر. نعم تؤثر وتمنع الحمل حتى والأنبوب الثاني سليم معافى تماما. واجب غلطها. أنا بعد ما أشيلها يا دكتور. نعم. بعد ما أشيلها أتمنى حمل طبيعي ولا أوضع على طول الأنبوب. وحتى لو أجريت طفل أنبوب يجب فصل الأنبوب قبلها. نعم. بعد ما أشيلها. لو شلتيها ممكن يحصل حمل طبيعي لو كانت الأنبوبة الثانية جيدة، هذا يقيم أثناء المنظار. الأنبوبة الثانية مفتوحة والمبيض تبع الأنبوبة المفتوحة في عليه كياس. الأكياس دي لا تعوق أي شيء ولا يجب كان ذكرها لحضرتك ولا الإعاز لك بأنها معوق لأي شيء. عفوا يا دكتور ما سمعت منيح. حاضر حضرتك هتسمعيني مليح لما تسمعيني من خلال التلفزيون وتتابعيني، واللي هقوله الآتي: الأنبوب المسكر المغلق يمنع الحمل منه ولكنه ليس مانع الحمل الأنبوب الآخر، وهذا يختلف تماما عن حالة حضرتك. حالة حضرتك الأنبوب مسكر ومنتفخ، حصل تجمع سوائل نتيجة لالتهابات مزمنة داخل الأنبوب. الأنبوب المنتفخ لا يحدث حمل منه ولا يمكن إصلاحه ولا يمكن علاجه ولا يجب علاجه، ومحاولة فتحه ستنتهي إلى إغلاقه مرة أخرى وانتفاخه مرة أخرى، وهو يعوق الحمل مش بس منه ومن الأنبوب الآخر لو كان سليم، وهو يعوق الحمل مش بس بحمل طبيعي ولكن يعوق كمان الحقن المجهري. ولا مهرب من ضرورة حتمية إغلاق هذا الأنبوب المنتفخ وفصله من الرحم، وإذا أغلق يغلق بجراحة بالمنظار وأثناء المنظار يقيم الأنبوب الآخر لبيان كفاءته وفرص حدوث الحمل منه، ومحاولة الهروب من هذا باللجوء للحقن المجهري مباشرة ستنتهي إلى فشل الحقن المجهري. ممكن استفسر على حالتي؟ متزوجة من شهر 3 2013، حصلش حمل ولا مرة، عملت تحاليل كلها سليمة، تحليل زوج سليم. دكتور قالت لي ان تبويض ضعيف، خدت كلوميد وفوستيمون، تبويض بيعلى وبرضه مش بيحصل حمل، عملت اشعه بالسبع وطلعت انابيب سليمه، مسحه من عنق الرحم لا علاقه لها بفحوصات تاخر الحمل، طلعت سليمه بس في ورم ليكي مقاسه 2 سنتي، عملت اشعه طلع انه مش مؤثر على الحمل لانه خارج الرحم، ولا يوجد تكيسات، بقالي 5 شهور موقفه العلاج والتبويض بيعلى من غير حقن، تنصحني بايه؟ اللجوء لمنظار بطن تشخيصي لان حاله حضرتك توصف وتدخل تحت مظله تقييم حاله تاخر حمل مجهول السبب، و 50% من مريضات تاخر حمل مجهول السبب بيتضح عند اجراء المنظار ان هم مريضات بطانه مهاجره من درجه بسيطه لا تكتشف الا بالمنظار، ويزيد هذا الظن اذا كان هناك ورم ليفي فهو مانع او غير مانع، مجرد وجود الورم الليفي فهو صديق ومزامل ومصاحب لمرض البطانه المهاجره، وهذا يزيد الظن في حاله حضرتك. فالورم لا يمنع حمل لكن صاحبه حبيبه اللي بيجي معاه يمنع الحمل، وصاحبه وصديقه وحبيبه وحميمه لا يكتشف الا بمنظار، وبالتالي مطلوب لحضرتك عمل منظار. اهو الطب سهل وله قواعد بس اللي يمشي عليها.
ربنا بعت الورم الليفي ده بنقول عليه في الطب كده كلو، يعني ايه؟ مفتاح، يعني دليل، يعني بينه للي عايز يلقط، للي متابع، للي فاهم، للي صاحي، للي عارف تاخر حمل يعني ايه وفحوصاته ايه. معانا اتصال تليفوني، اتفضلي يا رشا. السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتور عادل، انا متجوزه من 6 سنين. انا اشرح لحضرتك خالتي واسمعك من خلال التلفزيون. خلفت اول طفل بعد 2.5 سنين بعد ما لفيت على الدكاتره وكده، ونزل الطفل ما بيتنفسش ومات بعد 2 سنين في الحضانه. رجعت بعد كده قعدت 2.5 سنين تاني لفيت برضه لحد ما جيت لحضرتك. اتعالجت عندك 3 شهور، واخر 3 شهور عملت لي عمليه منظار. حملت بعدها على طول ب40 يوم، ودلوقتي اخر دور عندي كانت 11/6. كويس. بوقت الدكتور بيقول لي انت حامل في 5 شهور، واخر مره كنت عنده من 3 ايام بيقول لي ان الميه مقبوله. عايزه افهم بقى حضرتك يعني ايه الميه مقبوله؟ ما اعرف يعني ما اعرف. مقبوله، مقبوله يعني كميتها كويسه يقصد يعني مقبوله. انا مش عارف، انا بسال حضرتك. ما انا يا فندم مش عارف على اللفظ. حضرتك بتتخيلي ان اللفظ اللي هو استخدمه ده لفظ طبي، فاحنا بقى دكاتره فاهمين بعض فهنعرفه. ما اعرفوش، ما قلتوش، ما شفتوش، ما درستوش، ما درستوش. تمام؟ حضرتك انا بيجيني على طول مغص. ايوه. كاتب لي على البورس و على طول مغص، يعني من اول ما حملت من ثاني شهر على طول، وقال لي ارقدي على ظهرك. انا باخد اللوز دي ده والمغص هو هو، ما فيش اي حاجه بتتغير. دي ده دي يبقى حضرتك من الفيوم. ده واحد. انا من الفيوم. جميل. 2، تاخدي اللبوس وحد يقول لحضرتك ان المغص والانقباضات دي اعراض الحمل الطبيعيه اللي مش هتختفي. زي ما واحد يجي يقول لي يا دكتور الحق ده انا مناخيري فيها خرمين، او ما اقول له يعني اقول له ده طبيعي، يعني اوقف اللبوس دي ده ما فيش اي مشكله. اوقف اللبوس دي ده ما فيش منه اي مشكله، وحضرتك تابعي الحمل دي ده مع دكتور كويس واتبعي خطواته، وان شاء الله ربنا يكرمك. ولو سمحتي اولدي في حته كويسه، لان اللي حصل المره اللي فاتت ما هوش مشكله لا في الحمل ولا في الجنين، ده مشكله في الولاده. وفي حته كويسه، مش يعني ولدت في عياده عندنا ودافعه فيها فلوس يا دكتور، فالعياده دي اوضه في شقه. تمام. عايزه اسال حضرتك سؤال بقى. انا عايزه اعرف دلوقتي اخر دوره كانت عند اول ايام الدوره كانت 11/6. عايز اسال بقى، يبقى انا كده ليا كام شهر بالظبط؟ لان هو اول ما كان بيبتدي من يوم 13 في شهر جديد، ورجع بيقول لي تبداي من يوم 6. انا بصراحه سيبه وادور على دكتور كويس غيره. انا لو ظروفي تسمح كنت جيت لحضرتك، بس ظروفي مش سهله. انا جاي لحضرتك. هجاوب حضرتك. حاضر. كل يوم 16 من شهر يتم شهر، وحضرتك تميت الشهر الرابع وبدات الشهر الخامس، ربنا يتم لك بكل خير. سؤال تاني. انا عروسه جديده، عملت سونار رباعي، ظاهر ان عندي كيس شوكولاته على المبيض الشمال حجمه 4.5 سم، كيس اخر 4.5 سم، ورم ليفي حجمه 2 سم. اسمعوا اللي كنا بنقوله شويه دلوقتي اهو. الاورام الليفيه ومرض بطانه الرحم مالهم؟ متصاحبان، متلازمان، بينهم عشق وعلاقه، بينهم صداقه، بينهم وثاقه. فالست اللي عندها تاخر حمل مجهول السبب وعندها ورم ليفي، محدش يهمله ولا ده مش مؤثر. نعم هو مش مؤثر، لكن صاحبه اللي مؤثر، صديقه اللي مؤثر، اللي معاه هو اللي مؤثر. ها، انها تدرك مين؟ ايه اللي بيدرك؟ مش الادراك بالبصر بس، الادراك بالعقل، بما وراء البصر، بالبصيره. تمام. رحت الدكتور قال لي انه يعمل استئصال الاكياس جراحيا، فتح البطن هو الخراب المستعجل لاي سيده تريد حدوث الحمل. قالوا لحضرتك كده وهم يدركوا تماما الجمله اللي بقولها ان علاج حضرتك بالمنظار، بس قالوا لحضرتك كده لان هم مش قادرين يتعاملوا مع الحاله بالمنظار. تمام. فمنظار لازاله ده مش فتح بطن، لان فتح البطن ستبكي عليه بعديه احيانا دموعا واحيانا دما واحيانا لا ينفع البكاء. معانا اتصال تليفوني. يا رانيا ده. طيب. عندي 22 سنه، متزوجه من 9 شهور، الدوره عندي مش منتظمه، عملت تحليل اي ام اتش طلع 8/10، تحليل اس اس اتش طلع 100 والال اتش 38. تفتكر يا دكتور كده ليه علاج وفي امل ولا لا؟ اصل في دكتور قال لي ان مفيش امل. حضرتك بعت لي نص الرساله دي على تليفوني بالظبط من تلت نص ساعه، وانا ارجو ان اللي يبعت الرساله يبعتها مره على وسيله واحده، ما يبقاش ان صفحتي على الفيسبوك ثم على صفحة البرنامج ثم على الايميل ثم على الرسالة، مرة واحدة تكفي. وانا رديت على حضرتك رد مباشر وشخصي وقلت التعليقي على ده.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك؟ انا من مرضات العيادة، ربنا كرمني بسلمى بنتي بفضل الله وفضل علم حضرتك، ربنا يزيدك يا رب. بتشكر حضرتك يا رب، ربنا يرزقنا الاخلاص في القول والعمل والتوفيق. برجع سلمى، حملت في بنتي التانية هنا وهي عندها سنة 10 شهور، وزني زاد جدا من 60 لـ85، البيرد مش منتظمة، مركبة لولب، كنت عايز احمل، ينفع دلوقتي ولا استنى شوية؟ لان كنت مسقطة 3 مرات قبل حملي في البنات وقبل ما اجي لحضرتك. معلش انت قلت لحضرتك، شكرا على سعة صدرك. كملي رضاعة البنت التانية وافطميها، وخلال الفترة دي افقدي وزن قدر الامكان، ثم تعالي لنا. لا 4 دقايق، ايه ده انا عندي 4 صفحات على الاقل من الاسئلة. دكتور عادل، هرمون اللبن لو كان عالي يمنع الحمل؟ ايوه. وتكيس مبيض؟ ده تكيس مبيض. وشكرا، وترد عليا فيهم غلط املائي، بلاش نقوله بقى. لو سمحت، ولدت من 4 شهور، فضل معايا دم لمده شهر ونص، بعدها بطل شهرين، بعد كده بقت تنزل نقطه او نقطتين، لما جت البيريد الاقي نقطه دم. انا مش بستخدم وسيله، هذا من الرضاعه وهذا مقبول مع الرضاعه. فايزه، اتمنى ان حضرتك تكون بخير، قريت مقاله حضرتك عن الحمل خارج الرحم واثارت عندي اسئله. انا اخر دوره ليا، فايزه حضرتك بتبعتي لي عن حاجه بتظن ان الحمل خارج الرحم هو حاله حاده، بعت التساؤل ده من اسبوع 10 ايام، انا ما بردش عليه الا مره واحده في البرنامج. حضرتك الاستبعاد ان ده حمل خارج الرحم، هو حضرتك بتقولي انا عايشه في اسكندريه، بس كان ليا شرف مقابله حضرتك قبل كده في الدقي كمندوبه لشركه ادويه قبل ما اتجوز. لسه ما قابلتش دكتور هنا، حضرتك ضروري تروحي للدكتور وتعملي اختبار حمل رقمي في الدم مع سونار مهبلي، وان شاء الله تطمني. هبه عادل، انا كنت متابعه مع حضرتك وربنا اداني الحمد لله، وربنا يزيد حضرتك علم. انا والده قيصري وعايز اعرف ايه الخطوه اللي هعملها، انا مريض التكيس مبيض، رضعي افطمي، بعد هذا يبقى لينا لقاء. اتشكر بحضرتك جدا. انا مدام اسماء، لقد جعلك الله سبب في شفائي بعد 9 سنوات من عدم الانجاب، رزقني الله 3 اطفال الحمد لله. بعد تشخيص حضرتك لان عندي تكيس مبيض وبطانه مهاجره، اجريت لي عمليه منظار البطانه المهاجره، الحمد لله معي 3 اطفال بين كل طفل والاخر 2. بسم الله ما شاء الله عليكي، سبحان الله. انا الان ابحث عن وسيله انسب ليا في منع الحمل، لو يسمع الناس ويعرفوا ان كله رزق وكله مقدر وكله هيجي في وقته. مع العلم ان يوجد ورمين حميديين في الثدي، والدكتور الجراح اخبرني الا اتناول دواء هرموني. هناء، على حسب ما بتقولي اسمك، ركبي لولب بس وفقط لا غير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، متزوجه من 3 سنوات، حصل حمل مرتين، كل مره يحصل اجهاض في 40 يوم، عملت كل تحاليل اجهاض باعتقادك، وعندي اجسام مناعيه واجسام مضاده بتمنع وصول الدم للجنين، في رايي هذا ليس سبب للاجهاض في الفتره دي، والدكتور نسبته 28، والدكتور قال لي علاجها لو حصل حمل تاخدي ابر كليكسان يوميا مع الكورتيزون. الحمد لله حصل حمل الشهر الماضي، ماشي على العلاج من اول يوم، سويت اختبار حمل بعدها بشهر طلع ايجابي، عملت سونار لم يظهر كيس الحمل، الدكتور قال لي تعالي بعد شهرين نشوف وضع، هل عدم ظهور الكيس الى الان شيء طبيعي؟ الاجابه لا، هذا متاخر ومتاخر جدا، وانا قلت وبقول وبعلي الصوت، هذه الاجسام المضاده ليس سبب لاجهاض في مثل حالتك، والعلاج اللي حضرتك بتاخديه لا ضرر منه على الاطلاق، لكن لا فائده على الاطلاق في حاله حضرتك. محمد الزاكي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، جزاك الله خيرا على مجهودك. رساله من نرمين من اسكندريه، سني 31 سنه، متزوجه من 3 سنوات، اول ما اتجوزت وبروح للدكاتره عشان عندي الم في الظهر على طول، اخذت علاج كتير، تحليل الهرمونات بتاعتي 11 اف اس اتش، قالوا لي بطانه الرحم تخينه والبويضات صغيره، واخدت برشام الابيض وبني. الوصف الوصول حضرتك، بطانه الرحم تخينه والبويضات صغيره، ده وصف تكيس المبايض. بس طبعا هم ليه ما ينطقوش اسم المرض عشان حضرتك ما تقوليش لا تكيس لا ازاي، واروح لدكتور تاني يضحك عليا، فهم يقولوا لحضرتك انت كويسه خالص، انت ما عندكيش حاجه، بس عندك عدم نضوج للبويضه، ولما بتكبر ما بتخرجش، وحجمها صغير، والبويضات صغيره وكثيره في المبيض، وقشره المبيض سميكه، وبطانه الرحم ضعيفه، يا فندم اسمه تكيس مبيض. تمام؟ فلما هتلاقي حد يقول لحضرتك كده، هيقوم يكتب علاج لكده، فان شاء الله هيبقى في جدوى. ارجوك الرد ضروري، ربنا يجعلك تفرحنا وجزاك الله خير يا رب، بس حضرتك لازم نمشي على علاج مظبوط. طيب احنا غالبا هنختم ومعانا متبقي اسئله كتير هنجاوبها المره الجايه، بس ناخد دي. اعاني من حاله تكيس مبيض بعد فترات العلاج، لم اعرف اتعالج، ماذا اخيرا؟ قالت لي احد الاطباء عندي تكيس، بعد متابعه حلقات حضرتك عرفت ان هي الوحيده اللي اعطتني العقار المناسب سيلوفاج، ولكن 500 وضعفت الجرعه بناء على كلام حضرتك، لكني لم استحملها، بعد استشاره قالت لي لم تحتاجي لكل هذا، يكفي 850. يا فندم جرعه الدواء من 1500 ل 2000 في اليوم، جرعه مقننه محدده بالطب. خفض منسوب اللبن، جسمي تعب والحاله النفسيه دمرت لاني مش بين الطبيب اللي كلامه صح ومين غلط، خدت منشط 6 شهور ورا بعض، عمل كيس على المبيض، مش عارف اعمل ايه، نفسي اسافر لحضرتك،
لكن للاسف السفر صعب ونفسي في طفل، خاصه الان عمر 30 سنه متزوجه من سنتين، مفيش اي تحاليل هرمونات ولا اي معلومات عشان تثبت حضرتك ايه المشكله. حاضر هنختتم، وتبقى عندنا حوالي 10 اسئله او اكتر عشان نجاوبهم في الفتره القادمه، بس دي يعني معلش دول الاثنين عزاز عليا جدا، مدام فاطمه الزهراء دي كانت متابعه عندي وانا اعرفها، لكن هي دلوقتي اظن في السعوديه وكان حصل لها حمل ووفاة الجنين داخل الرحم بسبب سكر الحمل، وهي بعد كده رزقها الله عبد الرحمن 6 سنوات انسولين ولاده قيصريه، الان حامل بالثامن، حددت الطبيبه اول يوم بالتاسع حجم الجنين 2500 بسبب مخاوفها من ارتفاع السكر، اوقات يرتفع 160 180 مع 70 وحده انسولين. مدام فاطمه حضرتك خشي في التاسع بس بعده ايام مع اخذ علاج لتعجيل نمو رئه الطفل ثم اولدي. اخر رساله وعدا، السلام عليكم يا احسن دكتور في الوطن العربي، يا رب يجعلك ذكر الامه العربيه، انا شيماء من الجزائر، بعث لك رساله من قبل بخصوص حالتي، واعاني من تكاثر مواد شديد لا تنزل الدوره الا بالادويه. عندي 3 سنوات زواج، نصحتني بعمل منظار، فعلا عملته من اسبوعين الحمد لله، عملته اليوم 12 الدوره، المشكله الدوره لم تنزل والدكتور لم يعطيني ادويه، قال لي بعد شهر ونص ارجعي، مش فاهمه ليه الدوره لم تنزل لوحدها، ما هي الخطه العلاجيه؟ يجب انزال الدوره ثم يجب عمل تنشيط للتبويض، اول شهر بعد المنظار اداء المبيض هيبقى ضعيف والبويضات هتبقى صغيره، هيتحسن ده باستمرار متابعه التبويض وبالتنشيط، فرص حدوث الحمل ستصل ل 60 ل 80% خلال 6 ل 8 شهور من المنظار اذا كانت خطه العلاج صحيحه. ربنا يوفقك ويوفقنا جميعا كل السيدات وكل الانسات، اكننا في ماراثون للاجابه على تساؤلات حضراتكم، للاسف كالعاده الوقت الحلو مع حضراتكم مر بينا، وارجو نكون بالبشره بينا، وزي ما بنسعد ونستفيد باتصالاتكم وتساؤلاتكم الكثيره جدا اللي فوق الطاقه، تكونوا بتسعدوا وتستفيدوا بينا، وباذن الله اجيلكم في معادي بلا تاخير حاملا لكم ولكل سيدات الوطن العربي من المحيط الى الخليج، لكم مني دايما 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 بشرة خير.